ابني عنيد ما بيسمعش الكلام وبينفذ اللي في دماغه دايما، او طفلي عايش في عزله او جوه فقاعه، ممكن تكون فقاعه الكترونيه او نوع من انواع التوحد الالكتروني او التوحد مع البلاي ستيشن، وانا خايف ان ابني ده يكون ضحيه مؤثرات خارجيه مش بيحكي عنها. شكاوى كتير جدا بنسمعها من الاباء والامهات في الفتره الاخيره، في وقت للاسف الشديد ما بقتش في الاسره او البيت هم العامل الوحيد اللي بيربي الطفل، لكن بقى في مؤثرات من اصدقاء وانترنت وعوالم موازيه اخرى بتربي طفلنا. انا بسمع كتير قوي من الامهات بيقولوا انا بنتي ما بتاخدش رايي، بتاخد راي صحابها، صحابها هم اللي بيقولوا لها تعمل ايه. طيب ازاي اتعامل مع اطفالنا، او ازاي نتعامل مع اولادنا ونربي فيهم حس المسؤوليه ونخرجهم من الفقاعه اللي هم عايشين فيها؟ اسئله كتير هتجاوب عليها الدكتوره لميس مكاوي، استشاري الطب السلوكي، منورانا النهارده. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. يعني في البداية خلينا نتكلم عن فكرة أو مفهوم الطفل العنيد، التصرفات اللي بتحصل أقدر أقول من خلالها أنه أنا عندي طفل عنيد في البيت. طيب هو الطفل العنيد ده بس هنقسمه مرحلته العمرية قد إيه؟ الطفل في لغاية سن 4 سنين طبيعي أنه يكون بيعند، لأنه بيكتشف، فلما بيكتشف بيبتدي يبقى عايز يلعب في حاجات مش مفهومة أو مش بتاعته، لأنه عايز يعرف كل حاجة فيها إيه. هنا على حسب استجابة الأم. على فكرة هو احنا أي حاجة سلوكية في الأطفال هي أساسها البيت عامل إزاي؟ اتعامل معاهم ازاي منذ الصغر. يعني لو الام دي كانت ام متفهمه وسابته يكتشف وخلته وساعدته، مش هيطلع عنده العند ده، بس العند بيجي لما احنا بنمنعه بزياده، ان لا ما تفتحش ده ممنوع تمسكه، ده ممنوع تشوفه، فهيبتدي دايما عنده طاقه ان هو يعرف، لان الممنوع مرغوب، وده منذ الطفوله. لما بيكبر الطفل شويه ويعدي سن ال5 سنين بيبقى مفهوم الثواب والعقاب في البيت عامل ازاي؟ هل الطفل ده بيتعاقب؟ ولا الطفل ده متساب زي ما حضرتك قلتي كده في الاول للتابلت او للموبايل او للايفون او لاي حاجه ثانيه، ومتساب مش متراقب علشان نقلل الضغط اللي موجود على الام في البيت. بالظبط. وهي دي اصل المشكله، هي الفقاعه اللي احنا حاسين ان اولادنا موجودين جواها، احنا اللي خلقناها على فكره. احنا اللي حضرناها، فاحنا لازم نصرفها برضه. يعني الام اللي عند سن 2 أو 3 ادت لطفل تابلت او حطيته قدام قناه فيها كرتون او اغاني عشان يبطل زن، عشان هي تعرف تعمل الحاجه اللي عايز تعملها في البيت، هي اللي عودته انه ما يسكتش غير بالطريقه دي. فبعد كده هو خلاص. الاطفال اذكياء جدا، والطريقه اللي هم بيقدروا يناموا بيها مهاراتهم اسرع بكتير مننا، بالذات في التكنولوجيا. فبتلاقي على طول هو لقط حاجات وابتدى يعلم نفسه، احنا ما بنعلمهمش، هم بيتعلموا لوحدهم. وبعد كده بيبقى الاعتماد كله زي ما حضرتك قلتي كده، ان انا اسال صحابي، اخد راي حد تاني، لانه هم شايفيننا اصلا مش موجودين في الليفل بتاعهم. بس احنا مش موجودين اصلا، احنا ما حطيناش نفسنا من الاول قاعده ان احنا موجودين معاهم، بنتكلم معاهم. يمكن الجيل القديم اللي هو جيلنا او اللي قبل كده كان في تجمعات عائليه يوم الجمعه، كان في روتين موجود لليوم، حتى التلفزيون المصري كان القناه الاولى والقناه الثانيه، فكل الناس بتشوف نفس الحاجه، بتتفرج على نفس الشيء، بيأثر فيهم نفس البرامج، بيشوفوا الشيخ الشعراوي بعد الصلاه. عارفه يا دكتور برضو انا مثلا من الجيل اللي طلع على قنوات الاغاني كويس، او البلاي ستيشن، او الحاجات اللي هي كانت مختلفه عن صحيح. الجيل الكبير اللي قبلنا، فبقول ان كل جيل ليه التحديات بتاعته، بس ازاي أيوة نعرف نتصرف. بس عارفه حضرتك ايه المشكله؟ الفرق بينه وبينهم ان كان كفه الميزان متعادله. يعني كان عندك تجمعات عائليه ويوم العيله، صح. وبتروحي لجدتك وبتروحي النادي وزياره العائليه، دي حاجه اساسيه جدا في حياتنا كلنا. لكن دلوقتي بتتفرجي على ماتش مصر في نفس البيت، لو في 4 أفراد قاعدين ممكن كل واحد قاعد في اوضه لوحده بيتفرج تماما لوحده من غير ما يكون قاعد مع التاني، حاطط السماعات في ودنه. بالظبط. لو احنا قاعدين في تجمع عائلي حتى وكان في مناسبه، هتلاقي نص اللي قاعدين، بصي عليهم كده هتلاقي نص اللي موجودين كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، وكل واحد بيتهم التاني اول ما يسيبه انه لو سمحت سيب تليفونك. صح؟ ده حقيقي. فاولادنا اولادنا سفنجه بيشربوا بالظبط من اللي احنا بنعمله. لو احنا قررنا ان احنا نسيب التليفون ونديهم اهتمام ونبص لهم العين في العين ونتكلم معاهم هيعملوا كده. امتى ابقى صاحب ابني او صاحب بنتي؟ ودي له مساحة الاهتمام واعرف ان هو محتاج ان هو يرغي معايا ويفضفض معايا ويتكلم معايا في مشاكل اصحابه، او لو بنت صاحبتها في المدرسة، ويكون الموبايل ده بالنسبة له اداة تسلية مش اداة هروب من الواقع. هو ده بيبدأ من اول سن 2 سنين. لو انا من طفلي عنده 2 سنين اتعودت ان انا بقعد جنبه اشاركه في نفس اللعبة اللي بيلعب بيها، واكلمه على انه كبير، على انه بيفهم، اديله مساحة من الوقت انا وهو لوحدنا.
لما الام بتدي المساحه دي في الطفوله وفي سن صغير قوي بيبتدي الطفل يتعود ان في لغه حوار موجوده وبيبتدي يرجع للاهل ويحكي لهم. لما ما تفهش من مشاكله الحاجات البسيطه اللي هو بيحكيها ابقى بسمعه. في فرق بين ان انا بسمع ولا باصغي، يعني الاصغاء ده ان انا بديله اهتمام، باصص له وبسمع مشكلته مهما كانت صغيره لان هي دي اللي تناسب سنه وبديها اهتمام، غير لما اكون بسمع وانا الام بتطبخ او بتعمل حاجه في البيت او بتذاكر لحد تاني ومجرد بتسمع المشكله كده. فالاصغاء ده لوحده بيديله احساس بالاهميه. لما انا كمان اشاركه في الحاجات اللي بيحبها، يعني ابلكيشن مثلا زي التيك توك، انا متاكده ان معظمنا كاهالي عندنا مشاكل كبيره جدا مع ابلكيشن التيك توك، لكن على فكره الابلكيشن ده فيه حاجات، فيه بعض الحاجات كويسه. فهل انا قعدت مع ابني واتكلمت معاه، طب انت بتتفرج على ايه، طب انت بتشوف ايه، طب انت بتسمع ايه، ولا انا بنتقده بس على طول الخط؟ الانتقاد على طول الخط بيقلل ثقتهم في نفسهم، بيبعدهم، لان هو بيحس ان انت ضدي، يعني انت مش قادر تفهم الحاجات اللي انا بحبها ومعجب بيها. فهبتدي اروح للناس اللي في سني اللي في نفس الليفل بتاعي اللي بيسمعوا نفس الحاجه وبيتشاركوا نفس وطبعا غالبا الافكار بتبقى مغلوطه، لان انا ما هاخد نصيحه من حد قدي في نفس العمر، غالبا النصيحه دي مش هتبقى صح. يعني انت مع ان الام تمثل مقاطع صوتيه مع الطفل؟ طبعا جدا. انا بعمل كده مع اولادي. نصيحه بتديها؟ انا بعمل كده مع اولادي، يعني شايفه ان في حاجات مقبوله في التيك توك ممكن نشاركهم فيها، ليه لا، مش عيب ابدا. في ناس بتقدم محتويات فيها حاجات تعليميه، في حاجات فيزيكس، في حاجات في الطبخ. يعني ابني مثلا الوسطاني بيحب جدا الطبخ، مفيش اي مشكله ان هو يقعد يشوف. لو في نوع من انواع الكرتون مثلا او الشخصيات اللي احنا بالنسبه لنا دي حاجات صغيره تتفرجي معاها، بس ساعتها بيحسوا ان احنا كول، لان الحقيقه لازم احنا كول هيبتدوا يحكوا لنا. بالظبط كده، هي كل ما احنا قربنا ونزلنا، احنا المفروض نقرب للحته اللي هم فيهم وننزل على ركبنا كده. حتى لما بيخش طفل في نوبه غضب دايما نقول للام انزلي اقعدي خلي مستوى عينك في نفس مستوى عينه. انا عايزه بقى اقف عند الحته دي، مهمه قوي. بنشوف كتير قوي فيديوز كده الاطفال، او ساعات واحنا في السوبر ماركت دي اشهر حاجه، اطفال عايز حاجه معينه الام مش راضيه، فرجنا الناس كلها عليها. ايوه طبعا، بيسموها اكتر واحده مكسوكه يا حرام. الام هنا ساعتها يا حرام بجد بتصعب عليا. ايوه يعني طبعا، مش الطفل، بحس الطفل هنا شرير. الام هنا تتصرف ازاي؟ طيب، هو احنا بس عندنا حاجتين في النقطه دي بالذات. اولا، احنا عاده بنعقد اتفاقات مع اولادنا قبل ما نخرج. يعني احنا رايحين السوبر ماركت، انت هتقدر تشتري حاجه، انا بكلمه ده وبحكي له ده قبل ما ندخل السوبر ماركت خالص. الاماكن الكبيره زي الهايبر من الحاجات اللي فيها اضواء كتير والوان كتير، فبتثير قوي الاطفال، بتخليهم في حاله نفسيه مش حياتهم الطبيعيه. طيب، حصل لا قدر الله بقى نوبه الغضب اللي احنا نشوفها دي، ان الطفل شبط في حاجه، ماما قالت لا، راح مرمي في الارض دبدبه رهيبه، كل اللي بيعدي طبعا بيتفرج، هي بتبقى اكتر واحده حاسه انها متوتره. الحل ان يعني معلش تجاهلي الناس خالص، لان الناس مش هيعملوا اي حاجه في اللحظه دي. انزلي على ركبك وخليكي صبوره لغايه لما تون العياط بتاعه يقل شويه. هو بيبقى بادئ بسرينه عاليه قوي قوي، وبعد كده نفسه هيبتدي ما يساعدوش قوي انه يعيط، فهيبتدي غصب عنه يقلل التون ده. لا، انا بعمل حاجه، خلصت يعني. خلصت خلاص، تمام، يلا بينا. اتحمل ازاي نظرات الناس حواليا؟ لا يعني، ما تجاهليها، خليكي باصه لابنك، تجاهلي خالص نظرات الناس. ماشيه جنبي بتنطقي عادي، وكل الناس تقول لك معلش حرام، طب شيليه معلش خالص، ولا كانك سامعه. اول ما يهدى فهميه انك متفهمه انه زعلان. حبيبي بطل عياط عشان نعرف نتكلم، لما تبطل عياط هنتكلم. استجاب وبطل عياط، بشيله برفعه عشان يبقى نفس مستواه في مستواه بتكلم معاه، مش احنا متفقين مع بعض ان احنا هنجيب كذا او هنعمل كذا، ده خارج الاتفاق. عيط تاني، بقوم اقف تاني لغايه ما مفيش بقى الحاجه الاولانيه اصلا اللي قلنا عليها. لا لا لا، مفيش. برافو عليك، ده صح. مفيش، لان هو لو اخد ده بالطريقه دي هتبقى دي نفس الوسيله اللي هياخد بيها، هيطلب بيها. وهم اذكى في الحاجات بكتير 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 بكتير. البيبي اللي بيتشال الاقل من سن 6 شهور عارف كويس قوي يزن ازاي لو كان بيتشال عشان يتشال، فهم بيبقوا اذكياء وعارفين كويس قوي بيتعاملوا ازاي، وفاهمين الاتاشمنت ده او الارتباط الشرطي بينا، بيبقوا فاهمينه كويس. يعني الطفل ده فاهم انا يعني طبعا بيستغلني ازاي. طبعا 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 فاهم. طبعا وعنده ادوات للضغط وادوات طبعًا للمساومه وادوات الابتزاز طبعا، وعنده كل الاسلحه. يعني الاطفال الصغيره اسهل حاجه لما تحب تجيب الاتنشن لحد مش واخد باله، تعمل نفسها ايه، لا بطنها وجعاها وبتعيط حاجه وجعتها، واحنا دايما بتبقى استجابتنا سريعه بقى لما نحس ان العياط ظهر او في حاجه وجعته او اشتكى من اي حاجه، اسيب كل اللي في ايدي واركز. فتلاقي الطفل ده بيكرر نفس السلوك ده كل ما يعوز حاجه. ما هو ده لفت الانتباه، يعني بناء عليه الاسلحه بقى المضاده. ما هي الاسلحه تكون ايه؟ ما هي الاسلحه المضاده، لو انا من الاول عامله لغه حوار وبكلمهم، هو مش هيضطر يعمل كده. هو ليه الطفل بيلفت نظري او انتباهي؟ لما الاقيني انشغلت عنه فتره طويله قوي، زهق، انا سايبه له لعبه او سايبه له تابلت، سايبه له حاجه وبتكلم مع حد وبقالي كتير قوي ما التفتش ليه، وهو نفسه يبقى محور الحوار. الطفل دايما بيحب الاتنشن، دايما يحب ان العين تبقى السكوب عليه، النور عليه، يلاقي نفسه بقاله نص ساعه ما حدش كلمه ولا وجه له، هيبتدي بقى يا اما يبتدي يعمل حاجات تضايقنا
اللي هو يوقع حاجة، يفتح حاجة مش بتاعته، يقرص حد صغنن في سنه ويزقه، يوقع كوباية بالظبط كده. عايز انا موجود، هو بس عايز يقول ان انا موجود. خلينا نتكلم عن السن الكبير بقى شوية، اللي عايشين في فقاعة لوحدهم. دايما بنشوف التينيجرز او المراهقين عايشين في حتة كده لوحدهم، الاب والام ما يعرفوش عنهم حاجه، ما يعرفوش عن حياتهم حاجه، مش عشان هم مقصرين، عشان الولاد حاسين بفجوه ما بين الاب والام في التفكير. صحيح. فانا الغي ده ازاي؟ اعمل ايه؟ اطلع اولادي من العزله دي ازاي؟ عندهم عارفه ساعات يقولوا اقفلوا الواي فاي عشان يطلعوا يقعدوا بره معاكم، نعمل ايه؟ لا هو بس احنا بنحدد ان في حاجات في اليوم بنعملها سوا بنتشارك فيها كلنا، يعني لازم يكون في وجبه على الاقل في اليوم كلنا مجتمعين فيها على السفره. الوجبه دي حاطين باسكت كده لطيف زي ده، كلنا بنحط الموبايل فيه. انا ابدا بنفسي، ما ينفعش انا اقول لهم سيبوا الموبايل وانا كل شويه ارد على التليفون. دي رقم واحد. رقم اثنين الرياضه. الرياضه مهمه جدا جدا في حياه المراهقين، لان في الفتره بتاعه المراهقه هم معترضين على كل حاجه واي حاجه، مهما كان هو كان طفل مسالم او بيسمع الكلام هيجي في الفتره دي وهيبقى معترض. ده طبيعي، ده بلخبطه الهرمونات اللي عنده، بالتغير اللي هو بيشوفه. على فكره احنا دايما نسال انهي جيل بيواجه صعوبات اكتر، احنا ولا هم؟ هم طبعا. لان هم عندهم كل حاجه افيلبل وهم قاعدين على السرير، هو بكليك على الموبايل يقدر يعمل كل حاجه. احنا ما كناش كده، احنا الجيل الاكبر كان بيبذل مجهود عشان حتى يعمل الحاجه اللي فيها شقاوه او خروج عن المالوف، لازم يبذل مجهود. هو مش محتاج يعمل مجهود، فهو بيقاوم نفسه طول الوقت. اصاحبه، اتكلم معاه. انا مش من الناس اللي مع نظريه المراقبه، لكن لازم يكون في بارنتال كنترول، لازم يكون في يعني في نوع من انواع ان الاب ليه تدخل في انت بتشوف ايه وبتسمع ايه وبراقبك حتى لو من بعيد. يعني انا ما امسكش تليفونه وابص فيه اشوف بيعمل ايه، بس لازم اكون عارفه ابني واصل لحد فين وبيتفرج على ايه وبيشوف ايه. لان ادمان الانترنت بيجي من هنا، هما في ادمان كمي ان هو يقعد عدد ساعات طويله بيتفرج على الانترنت، وفي ادمان كيفي ان هو بيتفرج على حاجه بصوره متكرره كل يوم بقى لازم يعملها روتين. زي مثلا فتره المراهقه الخروج على المألوف بالحاجات الاباحيه او واتس ايفر عند المراهقين بتبقى ممكن تبقى حاجات وقتها قليل بس متكرره يوميا، غير لما تكون حاجه ابني تاني بلاي ستيشن بيقعد 8 ساعات، وما بتيجي تقول بيقعد 8 ساعات يلعب بلاي ستيشن، او انا بدخل انام واسيبه من الساعه 12 في موضه كده جديده يقعدوا يتفرجوا على اليوتيوب على الجيمرز وهم بيلعبوا. ايوه. طب ما تلعب انت اللعبه، لان هو الجيمر ده بيشرح له ازاي يعدي الليفلز في الجيم بطريقه، بدل ما هو مش عايز يتعب، حاجه ممله جدا. مش عايز يتعب نفسه، بدل ما لسه هيشوف تجربه والخطا وينجح ويفشل. هم جيل اتعود ان الحاجه بتيجي جاهزه موجوده قدامه. طب حاله التوحد الالكتروني دي حاله طبيعيه؟ يعني حاله في مستوى المراهقين نقدر نقول ان هي يعني عاديه؟ ايوه، جزء منها طبعا عادي ولازم هتقبله، جزء من استخدام الموبايل ده لازم الاب والام يتقبلوه، بس لما يكون ليميتد، لما يكون هو مقنن. احنا حتى الواجبات بتاعتهم في المدرسه دلوقتي بقت عن طريق ابلكيشنز، ما اقدرش امنعه ان هو هتقدريش تمنعي الموبايل؟ همنعه ازاي اذا كان هو بيحل الواجب بتاعه؟ كل جروبات على الواتساب وخلاف، كل حاجه على 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 ده. لكن بيقعد قد ايه؟ فتره قد ايه؟ هل انا بقى قادره اشغله في حاجات تانية؟ هل انا عامله له روتين؟ هل الطفل ده بيلعب رياضه؟ هل هو عنده في الويك اند بيزور عيلته بيشوف يعني مصر فيها حاجات كتير، تلاقي اولاد عندهم 15 16 سنه عمرهم ما راحوا الاهرامات مثلا. ده سؤال متكرر جدا، ينفع كده؟ رحت الاهرامات؟ زرت الاهرامات؟ يقول لا. طب زرت المتحف المصري الجديد؟ لا. طب وده غلطهم؟ لا، ده غلطنا احنا، احنا اللي ما قدرناش نعمل لهم بروجرام وبعد كده نرجع نشتكي ان هم قاعدين طول الوقت في فقاعه وفي الموبايل. طب احنا دورنا بقى ان احنا نطلعهم، يعني نطلعهم من الفقاعه دي، حتى لو كان غصب عننا الظروف كلها بتجبرنا ان احنا نكون كلنا جوه الفقاعه. طب تنصحي بايه؟ يعني انا اقول له ايه؟ يعني الانترنت ده عالي؟ لا ما اقولوش. انا في لازم في الحلو وفي الوحش. ازاي اوجهه ناحيه الحلو وما اوجهوش ناحيه حتى اللي بيضيع وقته؟ مش هقول الوحش. اولا اشاركه، انا اجي اقعد جنبه كده وما فيش اي مشكله ان انا اجي بتتفرج على ايه، تعالى نتفرج سوا، لا افتح طيب اللي بتتفرج عليه ده على التلفزيون وخلينا نتفرج كلنا، انت هتختار النهارده احنا هنتفرج ايه، احنا هنتفرج على ايه، احنا هنتفرج على اختيارك. مفيش مانع ان لو في جيمز اشاركه، مفيش مشكله لو ولادي واعمل بينهم مسابقات وابقى قاعده عيني عليهم بس حتى من بعيد. اشاركهم بقى في الانشطه، تعالى تعالى ساعدني علمني. الولاد بالذات في سن المراهقه بيحبوا قوي يحسوا ان هم ليدرز وان هم ليهم دور. يعني هل هو بيساعد ولاده اخواته الاصغر منه مثلا؟ هل بيساعدهم في المذاكره؟ هل بيساعدهم في التمرين؟ هل ممكن اشرح له؟ هل ممكن اعتمد عليه في حاجه فروم اي تو زد واسيبها له كده يقدمها ولا لا؟ فلما انا بنمي فيه ان انت مسؤول عن حتى اللي اصغر منك بيبتدي هو يبقى عنده شويه روح مسؤوليه. صحيح. الموضوع يعني كبير شويه، وانا بحس انه لازم نستشير دايما اخصائي نفسي وسلوكي في تربيتنا للاطفال، مش يعني مش حاجه غلط، بالعكس يعني عشان نربيهم بطريقه صح وصحيه ونواكب اللي بيحصل حوالينا
بما اننا كلنا مشغولين طول الوقت لازم يكون معانا مساعده بروفيشنال زي ما بيقولوا. كل الشكر ليكي دكتوره لميس مكاوي استشاري الطب السلوكي على وجودك معانا. شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا.